طمني يا دكتور، بصراحه انتوا صعبة. بقول لك ايه، لو سمحت قولي هو عامل ايه؟ قلبه بيدق بيتنفس نطق يعني؟ بصراحه في غيبوبه. ايوه بيتنفس وقلبه بيدق، مش مهم اي حاجه، المهم يبقى في وسطنا، يبقى معانا، المهم قلبه بيدق وبيتنفس. ايوه ما تقلقيش ان شاء الله خير. خير عبد الله اخويا ماله؟ وجع من عسل. ايه بس لسه حي. خير خير ان شاء الله. وانا امتى هحس باللي هي حاساه دي؟ امتى هحس اني ملهوفة على حد جديد؟ راجل يحبني وعايزني، هو انا امتى هحس ان ليا راجل اخاف عليه واتمنى انه يبقى معايا بنفسه؟ حتى لو زي عبد الله كده ما بيتحركش، هي ليه بتحبه قوي كده؟ ليه استحملت اللي فات؟ ليه كل دي عشان ايه؟